أجريت انتخابات نقابة المهندسين الزراعيين لفرع البصرة هذا اليوم 24/12 بموجب الأمر النقابي 845 في 9/12/2023، وكان عرسًا انتخابيًا مميزًا إذ أشاد بها رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بأنها أكثر حضورًا وأكثر انضباطًا وأكثر سلاسة. الحقيقة نقابة المهندسين الزراعيين تعتني بكافة أمور المهندسين الزراعيين في محافظة البصرة سواء موظفين أو قطاع خاص أو أبحاث علمية. دكتور، نسبة المشاركين اليوم؟ نسبة المشاركين تقريبا 345 مشارك من ضمن الجهد، يعني من ضمن 4000 مهندس زراعي. تقييم نقابة المهندسين الزراعيين فرع البصرة انتخابات الهيئة الإدارية لرئيس وأعضاء النقابة، هذه النقابات تمت بشكل شفاف جدا، وتم اختيار المرشحين وشارك العديد من المهندسين الزراعيين بهذا الموضوع. كمالا لمسيرة من سبقنا من الأعضاء، سوف يقوم المرشحين بتسيير أمور النقابة للدفاع عن حقوق المهندسين الزراعيين. يوجد شريحة كبيرة من المهندسين الزراعيين مهمشين من قبل الدوائر الدولة، عدم توفر فرص عمل، عدم توفر مخصصات هندسية، مشاكل كثيرة يعاني منها المهندسين الزراعيين في دوائر الدولة. لذلك تحاول النقابة جهد الإمكان أنه تطالب بحقوق المهندسين الزراعيين ودافع عنهم، وبنفس الوقت أنه تكون قريبة من الجيل الواعد الشباب والخريجين الجدد في مطالبتهم بتوفير فرص العمل والوظائف إن شاء الله في دوائر الدولة. قد نسبة المشاركة؟ نسبة مشاركة جيدة جدا وإقبال كبير من قبل المهندسين الزراعيين، وإن شاء الله تعرض النتائج حاليا بعد دقائق. انتخابات اليوم تخص نقابة مهندسين زراعيين لدورة جديدة قادمة تتشكل هيئة إدارية. طبعا احنا نختار الأكفأ والأفضل والأحسن، متمثلة برئاسة دكتور فالح الموسوي نقيب المهندسين الزراعيين اللي يهتم بقطاع الزراعة، خاصة المهندسين الزراعيين العاطلين من العمل، يوفر لهم فرص عمل خاصة بالقطاع الخاص وليس العام، يعني ما يخص المنظمات حاليا يشتغلون على البيئة والتغيرات المناخية. المشاركة اليوم؟ المشاركة كانت فعالة بالنسبة لي أنا، يعني خاصة كنت بذيك الدورة يعني لجنة، يعني كنا إحنا فوق اللي نفرز الأوراق الاقتراع والهاي، فالأعداد أكثر يعني أكثر من الدورة ذيك السابقة، يعني كان الحضور ملفت وأكثر شيء للموظفين، يعني الموظف يقدر يجي يعني يبصم يجي ياخذ زمنية يجي، أما العاطل من العمل يعني احتمال تكون مقر النقابة بعيد عنه. حدثنا شلون تمت الانتخابات والمشاركة اللي بيها والنتيجة؟ انطلقت خلال هذا اليوم بتاريخ 24/12/2023 انتخابات نقابة المهندسين فرع البصرة، وبصراحة كان حضور متميز من الإخوان المهندسين الزراعيين، حيث شارك بحدود 364 مهندس زراعي من له أحقية بالمشاركة ومستوفي كل الشروط الخاصة بالانتخابات، حيث تم التصويت على انتخاب رئيس فرع جديد وهو الأستاذ الدكتور صالح مهدي صالح، وقد حصل على أصوات 336 صوت، وتم اختيار 4 أعضاء أساسيين وعضو خامس احتياط، حيث فاز بالمركز الأول الأستاذ أحمد منذر شاكر حيث حصل على أصوات 279 صوت، والعضو الثاني الأستاذ محمد كاظم حصل على 273 صوت، والعضو الثالث الأستاذ عبد الله نجم عبود 258 صوت، والعضو الرابع السيد إقلاتس حسين محمد 170 صوت، وكان الأستاذ بسام مفتن وحيد عضو احتياط وقد حصل على صوت 155 صوت.